السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وسعادة. في البداية عاوز أبارك لولادنا الطلبة اللي نجحوا وتم وربنا وفقهم في امتحانات الثانوية العامة، ولكن عاوز أتكلم كلمتين مع الطلبة اللي هم لم يحالفهم الحظ أو لم يوفقوا في، سواء ما حصلوش على المجموع اللي هم كانوا بيتمنوه أو الناس حتى اللي ما نجحتش من الدور الأول. في البداية لازم نكون عندنا قناعة بالرضا، يعني لازم أن يكون نعمة الرضا عندنا يقين بيها في الأول وفي الآخر. طالما اجتهدت وطالما عملت اللي المفروض تعمله وما قصرتش في أي واجب من واجباتك، وسواء أولياء الأمور ما قصروش معاكم وانت ما قصرتش وذاكرت واجتهدت وخدت بالأسباب ورحت الامتحانات. للأسف الثانوية العامة بقت في بلدنا بقت معركة حربية، بقى كابوس عايشين فيه، وغير ان احنا بقينا حقل تجارب، لكن مش ده موضوعنا. الموضوع اللي انا عاوز اتكلم فيه موضوع ان احنا يبقى عندنا رضا. انا شايف وبسمع بعض اولياء الامور كان ليهم رد فعل يعني قاسي جدا مع اولادهم لما طلعت النتائج، وطلع البعض يعني ما جابش مجاميع اللي هم الناس كانوا عايزينها او منتظرينها، بيعنفوهم وبيأذوهم وعمالين بيقسوا عليهم، ولكن الكلام ده كله هيجيب اثار سلبيه سواء على اولياء الامور او على الطلبه. احنا خلاص نرضى باللي ربنا اداهولنا ونشوف المرحله الجايه، هي مش واقفه على نتيجه ثانويه عامه، ومش ثانويه عامه اللي هتحدد مستواك او مستقبلك. وكل الناس وكل المتخصصين قالوا ان امتحانات الثانوية العامة الأيام دي مش مقياس لعقلية الطالب أو كفاءة الطالب. ممكن يكون طالب مجتهد جدا وذكي وعنده إمكانيات مهولة، لكن يجي في الامتحانات لم يوفق، ده مش معناه أنه هو فاشل، مش معناه أنه هو يعني ما عندوش قدرة على استيعاب. يبقى خلصنا الجزء ده، فيه عندي ملحوظة عاوز أتكلم فيها، وفي خبر من وزارة التربية والتعليم عن إحالة تقريبا 641 طالب للنيابة العامة بتهمة تسريب الغش، تسريب الامتحانات والغش في الامتحانات. أنا يعني بأناشد السيد وزير التربية والتعليم بروح القانون. أنا عارف للناس، بس اللي لسه ما يعرفش الناس دول هيتحكموا على أي أساس، في قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة الإخلال بالامتحانات والغش في الامتحانات. والقانون ده تم تطبيقه تقريبا داخلين في السنة الثانية أو السنة الثالثة، بيفرض عقوبات بتبدأ ما تقلش عن سنتين ولا تقل ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة بتوصل ل100,000 لكل من سرب او ساهم او اعد او عمل يعني اي اعمال من اخلال، من شأنها اخلال باعمال الامتحانات. في عقوبات قاسية جدا في القانون ده، لكن انا بأناشد السيد وزير التربية والتعليم، كلنا بنحترم القانون، لكن بأناشد حضرتك طبعا طالما اتحول الموضوع للنيابة العامة إذا هيتم تطبيق القانون. أنا بتكلم على روح القانون، في تدابير احترازية كتيرة ممكن نطبقها على الطلبة دي اللي لسه يدوبك 18 سنة، وهندخلهم في دايرة العقاب على جريمة. ممكن يكون الشخص اللي تم أو الولد اللي أنا بشوف إن هو مهما كان هو طفل مش مجرم بطبيعته، لكن الظروف اللي وضع فيها ممكن تكون سبب او مجرم بالصدفة. في تدابير ممكن نحرمه
من دخول الامتحانات فترة معينة، ممكن نلزمه بتعليم حرفة معينة، ممكن نسقطه في المادة أو في الدور اللي هو تم يعني ضبطه فيه بيغش أو بيسرب أو الكلام ده كله. يعني في تدابير بتكلم على روح القانون. الطلبة دول لما ندخلهم أحداث أو ندخلهم مع المجرمين وعتاه الإجرام، ده من وجهة نظري المتواضعة مش رادع خاص ليهم. ممكن الأطفال دول يدخلوا المؤسسات العقابية، يبقى احنا بنساهم في ان احنا نطلع مجرمين جدد. هو الراجل كان داخل لي بيغش في الامتحانات او بيسرب الامتحانات، الله اعلم لما يختلط بالمجرمين وعتاه الاجرام ايه الوضع. فياريت ياريت فضلا وليس امرا، عقبوهم بس طبقوا روح القانون. مش بنقول نخالف القانون، مش بنقول لحد فوق القانون، لكن الرحمة فوق العدل. يعني طبقوا عليهم رحمة وعدالة القانون. في تدابير كتيرة ممكن نطبقها على الطلبة دول، ومن شأنها تكون رادع عام وخاص ليهم ولغيرهم. طبقوا غرامات على أولياء أمورهم ما يجراش حاجة، لكن الطلبة دول ارحموا ظروف الطلبة دول وارحموا الوضع النفسي اللي كانوا محطوطين فيه. ممكن ما يكونش ليهم أي سبب ولا أي دخل في موضوع التسريب أو الغش. وفي النهاية بنبارك لكل الطلبة اللي وفقوا واللي لم يحالفوا الحظ ولم يوفق. بلاش يأس، ونتيجة الثانوية العامة مش آخر المطاف. لو في أي أسئلة أو أي استفسارات، عشان شكله كده الفيديو هيكبر أكتر من لازم، لو في أي أسئلة أو أي استفسارات حوالين الموضوعات حتى اللي مش بنتكلم فيها، بحاول بقدر الإمكان إن احنا نتكلم في كل موضوع بيرد عليه أسئلة أو تفاعل من حضراتكم عليه. ودمتم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.